السلام عليكم. احنا النهاردة هنتكلم عن نقطتين مهمين جدا، وهما سلول سايمول سيستم وترنري سيستم. بشكل عام هما النقطتين دول ممكن بس ما يكونوش اتشرحوا بطريقة كافية او بطريقة مبسطة في المحاضرات، فنحاول على قد ما نقدر اللي احنا نبسط المعلومة شوية. هنبدأ اول حاجة بالسلول سايمول سيستم. سلول سايمول من الكلمة يعني هو ببساطة عاوز في سلول وفي سايمول، عاوز يعمل منهم ميكشر. ميكشر دوت بيبقى بناء على ايه؟ يعني احنا من البداية كده دوت ميكشر، مش بيور سلول مع بيور سايمول، لا دوت هيبقى خليط من الاتنين. درجة حرارة او درجة امتزاج الخليط الميلتنج بوينت بتاعته مش زي الميلتنج بوينت بتاعت البيور سلول او البيور سايمول. احنا هنتكلم ببساطة في نقط مهمة، وهي الكومبو كومبوزيشن بتاع الميكشر، هنتكلم عن حاجة اسمها بوتكتك بوينت، هنتكلم كالعادة عن الفيز رول او الاف اللي هي الديجري اوف فريدم او العوامل اللي تقدر تتحكم في النظام ده. اولا احنا بس نجيب شكل تبسيطي للجراف احسن من الكتاب شوية. زي ما احنا شايفين اهو عندنا جراف بيوضح السايمول والسلول في الميكس بتاعهم في ظروف مختلفة، اللي هو لما يكون سوليد ولما يكون ليكويد. احنا عندنا عشان بس نبقى متفقين على حاجة، السلول سايمول هيبقى ليه حالة الليكويد بتاعهم هما الاتنين بتاع الميكس، والسوليد مع الليكويد في السلول، والسوليد مع الليكويد سايمول، والسوليد سوليد سلول سلول وسايمول. طيب احنا بس نشوف الجراف ده معناه ايه. احنا هنا دوت التمبريتشر بشكل عام، الاكسس بتاع التمبريتشر، ودوت الاكسس بتاع كونسنتريشن. احنا هنا عندنا المادة الأساسية هي السلول، هنفضل نزود في السايمول. يبقى من البداية كده لما هنا 0% يبقى 0% سايمول، يبقى بما معناه اللي هو 100% سلول عشان هتنفعنا قدام. هنمشي تدريجي 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 لغاية ما نوصل ل100% سايمول. حتى هو مكتوب من تحت سايمول ان سلول بيرسنت ويت. طيب هنا تمبريتشر وهنا تمبريتشر، ايه الفرق بين الاتنين؟ هنا بيفرق، يعني هنا الاتنين واحد، بس هنا عشان يقول لك التمبريتشر بالنسبة للسلول، عشان لما نيجي نتكلم على السلول مش هنروح عند السايمول ويحصل لخبطة. لا، هنا التمبريتشر بتاع السلول لوحده والتمبريتشر بتاع السايمول لوحده. طيب لو حبينا برضو نشوف عن شوية حاجات في الجراف، هنا أول حاجة في منطقة كده من 0 ل 13 درجة مئوية فيها سوليد سايمول وسوليد سلول. سوليد سايمول بيور وسوليد سلول بيور، لا دوت هما كانوا مزيج مع بعض، كانوا منصهرين مع بعض، ولما بردناهم لغاية 13 درجة مئوية بقوا سوليد، بس بقوا سوليد ميكس مش سوليد فري. طيب بعد كده زي ما اتكلمنا هيبقى في منطقة فيها سوليد سلول مع الليكويد. الليكويد بيبقى ايه؟ الليكويد بيبقى عبارة عن الاتنين، عبارة عن السلول ليكويد وتريسز صغيرة من السايمول، والناحية التانية السوليد سايمول وتريسز صغيرة من وتريسز صغيرة من السلول موجودة في الليكويد. عشان منطقي احنا هنا ماشيين من 0 سايمول لغاية 33 اللي هي عند الاوتكتيك بوينت، عند 33 درجة، عند 33% سايمول، يعني لسه ما حصلش، يعني زي ما بنقول ما حصلش تشبع زي في حالة الفينول ووتر. طيب هنا عندنا السوليد سلول مع الليكويد، يبقى السوليد سلول دوت بيور، لا مش بيور، في تريسز برضو جواه من السايمول. الليكويد ليكويد سلول بس، لا مش ليكويد سلول بس، دوت في تريسز من السايمول. طيب عشان نبقى متفقين على حاجة،
ال one liquid phase. one liquid phase ده عبارة عن ايه؟ عن simul وسلول، عشان برضو تبقى المعلومة واضحة. طيب هنا لو هنتكلم بشكل عام، هنا في melting point للبيور سلول، وهنا في melting point للبيور simul. melting point للبيور سلول ده عند 42 درجة مئوية. 42 درجة مئوية يعني احنا لما يكون عندنا خليط من الاثنين solid وفضلنا نعلى بدرجة الحرارة لغاية 42، اللي هيدوب بشكل كلي البيور سلول، ولو كملنا ووصلنا لغاية 50 زي ما هو باين، اللي هيدوب بشكل كلي البيور سايمون. تمام. هنا هو عاوز يتكلم عن المذاب، عاوز يتكلم عن الحاجة اللي احنا زودناها عن السايمون. يبقى هنحاول نتلاشى السلول على قد ما نقدر، وهنتكلم عن الخط اللي نازل دوت اللي هو الانترسبت بتاع الاكس. الاكس دوت بيتكلم عن السايمول. طيب ايه امال ايه الواي برضو عشان نبقى ما نسيتش حاجه؟ الواي دوت لو هنتكلم من ناحيه السلول، بس هو كده كده مش مطالبين بيها، هو حاططها يعني كواخدها من ريفرنس فجايب الاثنين. طيب لو اتكلمنا عن الاكس بالنسبه للسايمول، احنا هنا من تحت العشرة او تحت التلاتاشر درجة مئوية شايفين حاجة معينة، شايفين ان كل اللي موجود ده دوت سوليد سايمول معاه سوليد سالول. هنطلع نتخطى التلاتاشر درجة مئوية، هيقلب بالنسبة للي في النص، يبقى هيقلب وان ليكويد فيز. وان ليكويد فيز من المزيج، لكن ده اللي في النص عند ايه؟ عند اللي هو ايه؟ عند ايه ديت الاوتكتيك بوينت؟ عند 33% سايمول ان سالول. بيبقى الاثنين لما يبقوا ميكشر مع بعض بيبقى وان ليكويد فيز. طيب نزود بقى النسبة، نزود النسبة كده وصلنا يعتبر لدرجة التشبع من السايمول، فالسايمول هيبقى هو اللي طاغي، فخواصه هتبقى هي اللي طاغية اللي هي درجة انصهار أكبر والخواص التانية. بمعنى احنا هنا عندنا اهو لما هنطلع في الجراف كده هنلاحظ حاجة، هنلاحظ ان فيه سوليد سايمول وفيه ليكويد، يعني هو ابتدى ينصهر تدريجي، بس الليكويد دوت مش بتاع البيور، الليكويد دوت بتاع زي ما قلنا الميكشر. طيب هنوصل لغاية 50 درجة مئوية اللي هي الميلتنج بوينت. تمام. يبقى كده احنا عندنا ريجن، منطقة واحد اللي هي بتاعة الون ليكويد فيز، وعندنا منطقة اتنين اللي هي بتاعة السوليد وليكويد، وعندنا منطقة تلاتة السوليد وليكويد بالنسبة للسايمول، وعندنا منطقة أربعة اللي هي الاثنين سوليد. ده بيفكرنا بايه؟ ده بيفكرنا ده بيفكرنا بالفينول. الفينول برضو كان نفس النظام، كان فيه سوليد وليكويد، كان فيه سوليد وليكويد، كان فيه ليكويد في الحالتين. تمام. او مش بالمعنى المنطقي يعني، هو بس عشان تقريبي ليه. طيب احنا هنا هنعمل استنتاجات او استقراء على الاكس. شدينا خط كده من الاكس عند تركيز 60%، يبقى تركيز 60% ده ديت درجة تشبع كافية اللي احنا نحط عليها الملاحظات بتاعتنا. تمام. عند أول حاجة، أول نقطة بيقطع فيها الاكس انترسبت دوت الخط الأحمر، النقطة دي، النقطة ديت عند كام تقريبا؟ عند 29 درجة مئوية. النقطة دي عند 29 درجة مئوية، فوقيها بيفضل السيستم زي ما هو واضح one liquid phase، لكن أول ما ننزل عن أو below ال 29 درجة مئوية هيبقى موجود فيه اللي هو هيبدأ يتكون فيه traces من السايمول. يبقى نبتدي melting point كان عند 50 للبيور سايمول، فضلنا ننزل 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 لغاية ما وصلنا عند 29، كل اللي فوق ال 29 دوت one liquid phase، تحت ال 29 ابتدى يتكون تريسز من السايمول، كل ما هننزل لتحت كل ما التريسز دي هتكتر لغايه ما تكون السوليد بتاع السايمول. تمام. هنا اول قطع، اول قطع عندنا اللي هو اكس واحد. اكس واحد ديت بتمثل ايه؟ بيقول لي احنا لو جينا قطعنا عند 25 درجه مئويه ايه الملاحظات؟ نفس فكره الفينول نفس فكره الفينول ووتر، اللي هو ايه الملاحظات اللي احنا ممكن نشوفها على الجراف. يبقى الملاحظات اللي احنا ممكن نشوفها اللي هو على الجراف عند 25 درجة مئوية اكس واحد ديت
قطعت الجراف بتاع الخط الاحمر. ايه الخط الاحمر دي؟ المنطقه اللي هو تحتيها بيبقى ليكويد وسوليد، فوقيها بيبقى ليكويد بس، زي فكره الجراف بتاع الفينول في الووتر، تحتيها تو فيزز فوقيها وان فيز، عشان نبقى فاهمينها. بس يبقى تحتيها تو فيزز وفوقيها وان فيز اهو. طيب هنا قطعت الجراف في 1A، لو جينا ننزل كده 1A هتنزل فين؟ تقريبا عند 53 درجة مئوية، عند 53%. أنا مش بقول اعتباطي، هي المفروض النقط ديت بتبقى متحددة في الكتاب، وهي فعلا هينزل عند 53%. طيب ايه اللي احنا ملاحظينه؟ 53% دوت عند E1 كان تركيز، كان يعتبر ايه؟ يعتبر اللي هو اول، او مش اول يعني، التركيز بتاع الصيمول ابتدى يزيد بعديها. لكن لو جينا مشينا بقى على بالنسبة للصيمول ده، واي اكسس برضه بالنسبة له، لو جينا مشينا على الواي اكسس هنلاقي في نقطة اسمها B1، يبقى B1 ديت هنلاقي عندها البيور صيمول سوليد. طيب عشان ما نفضلش نكرر فيها B2 وB3 وB4، B2 وB3 وB4 وB1 كلهم عندهم بيور سوليد صيمول. طيب بالنسبة للتاني هنيجي هنقول طب نجرب نقطع عند 20 درجة مئوية، عند اللي هي X2 دي، هنلاقي A2 هتنزل فين؟ A2 هتنزل عند 45 درجة مئوية، عند 45%، آسف، 45% تركيز الصيمول في السلول. احنا كده بنلاحظ ايه؟ بنلاحظ ان تركيز الصيمول في السلول عمال يقل. طيب وهنا كالعادة برضو اللي البي 2 دوت البيور سوليد، هننزل تاني اكس 3 عند الاي 3، الاي 3 هيبقى تقريبا عند 37% صيمول ان سلول، والبي 4 برضو او البي 3 اسف، هيبقى البي 3 موجود بيور سوليد. احنا ما يهمناش حاجة يعني بشكل عام، احنا مش هيهمنا ايه الانترسبت او لما نيجي نعمل اسقاط، لا احنا يهمنا بس اللي احنا نفهم اللي هو الجراف دوت عمال يقل، المنطقة اللي فيها سوليد ليكويد عمالة تقل لغاية ما هنوصل عند الاوتكتك بوينت. الاوتكتك بوينت دي هنتكلم عنها من ناحية ايه؟ من ناحية الفيز رول، هنشوف الاف بتساوي كام عندها، وهنتكلم عنها بشكل عام. يعني ايه اوتكتك؟ يعني ايه اوتكتك بوينت؟ اوتكتك بوينت دي درجة الحرارة، اقل درجة حرارة ممكنة اللي تقدر تخلي الميكشر دوت في حالة ليكوفاي او ليكوفيكيشن، اللي هي في حالة يخليها يبقى سائلة. تحت ال اوتكتك بوينت هيبقى سوليد. طيب هنا عندنا اخر نقطة بالنسبة للجراف E4. E4 ديت مش موجودة هنا، لا هنا عندنا الاوتكتيك، يبقى ما فيش، يبقى الجراف اخره تقاطع هنا ال E4 اهي. هيقول طب ايه ال E4 دي؟ ال E4 ديت مش ده الواي اكسس بالنسبة للسلول، يبقى كده دوت البيور سوليد بالنسبة البيور سوليد بالنسبة للسلول، وال B4 البيور سوليد بالنسبة للصايمل. طيب احنا استفدنا ايه من الكلام ده؟ هو كل اللي هو عاوزه هيقول اللي تحت 13 درجة مئوية ان الليكويد فيز دوت ديسابيرز، مش بيفضل، لا بيختفي على طول، وبيبقى يتجمع فلكيول من السوليد سايمول والسوليد سالول. بعديها عند 10 درجة مئوية قلنا هيتكون البيور عند الواي اكسس بالنسبة للسايمول بيور سايمول، والاي 4 عند الواي اكسس بالنسبة للسالول بيور سالول. طيب دوت لو حبينا بقى احنا هنا عاوزين نعرف بس الاف هتساوي ايه في النقطة دي، زي ما عملنا في كل جراف. احنا مثلا لو قلبنا الصفحة او جبنا صفحة جديدة عادي، عندنا اف بتساوي الكومبوننت ناقص الفيزز زائد 2. ايه هما الاتنين؟ بريشر وتمبريتشر. تمام، الكومبوننت هنا عندي 3، والفيز عند الاوتكتيك ديت احنا قلنا اقل درجة حرارة بيبقى عندها لسه
الليكوفاي موجود، يعني هي ما فيش غير وان ليكوفايد وان ليكويد فيز، يبقى هنطرح 1 زائد 2 هيساوي عندنا 4 عوامل. 4 عوامل ايه هما؟ هنا في الكتاب قايل بالنسبة للنون كوندنسد. النون كوندنسد يعني احنا مش متحكمين ولا في درجة حرارة ولا في تمبريتشر، مش مثبتينهم يعني. هيبقى الأربعة دول ايه؟ هيبقى تمبريتشر، هيبقى كونسنتريشن تمبريتشر آسف، وهيبقى بريشر، وهيبقى كونسنتريشن 2 من 3. 2 كونسنتريشن، مادتين من الثلاثة، كونسنتريشن مادتين ايه؟ السوليد والسوليد من الثلاثة، اللي هو سوليد وسوليد وليكويد، تمام. لكن في حالة الكوندنسد، في حالة الكوندنسد ده بصفر، يبقى اللي هيتبقى 2. 2 اللي هما ايه؟ 2 اللي هما تركيزين، تركيز مادتين من الـ3 مواد. واحنا لما هنجيب تركيز هنجيب المادة اللي بتضاف، يعني اللي هو تركيز المادة الصلبة مش السائل نفسه. دوت يعني يعتبر كده ببساطة، يعني ايه النقط المهمة اللي هي موجودة في السايمل سيل. السايمل سيل سهل جدا، هو بس حتى لو جابه في الامتحان بالتأكيد لازم، لو هيسأل حاجة على الجراف لازم هيجيب الجراف وهيقول لنا ايه هي، يعني مثلا لما يقول ايه واحد ديت بتمثل ايه وتركيزها ايه، هيتكلم على المنطقة، لازم هيتكلم على المنطقتين، بالتأكيد مش هيتكلم عن التالتة عشان ما عندناش بيانات عنها، هيتكلم على منطقة الليكويد سوليد سايمول والليكويد فيز، بالتأكيد هيتكلم عن الاتيكتيك بوينت. يبقى أهم نقطة في الموضوع ده الاتيكتيك بوينت بالنسبة للسايمول سال. طيب احنا عندنا تاني نقطة كده، احنا خلصنا السلول سايمون. تاني نقطة الترنري سيستم. بالنسبة للترنري سيستم لو حبينا نتكلم عليه، احنا عارفين ان احنا عندنا جراف اهو، في مثلا مادة A ومادة B، المادة A دايبة في المادة B، برضو تركيز اسف ويت سريعا كده. هنا لو كانت مادة عادية زي الفينول والووتر هيبقى الجراف كده، فاكرين اللي هي المنطقة اللي هو التركيز دوت كان هنا البيور ايه، البيور بي اللي هي المذاب او المية، نخلينا المية عشان ما تلخبطش، والايه دوت الفينول. طيب هنا احنا عمالين الفينول تركيزه بيزيد، هنا ديت المنطقة دي كلها ديت الووتر ريتش فيز، الووتر ريتش فيز اللي هي المنطقة اللي انت اللي التركيز الفينول بيقل، بس لسه هو ايه، لسه باين ميه، مش باين في فينول. هنفضل نزود لغايه ما يجي مثلا هنعمل جراف الفينول عند 49 درجه مئويه، اول نقطه يقطع فيها الجراف ده التاي لاين. التاي لاين هنا هيبقى بارلل للبيز، بارلل للاكس اكسس. المعلومه دي مهمه جدا عشان هتبقى مختلفه شويتين في الترنري، تمام. هيبقى بارلل هنا، هنعمل دوت يعتبر الووتر ريتش فيز ودوت الفينول ريتش فيز، اللي هي النقطة اللي بيبقى عندها الفينول بنسبة طاغي عن المية، بس مش بيور، لا بيبقى طاغي. وهنا عارفين طبعا اللي ده تو فيز وده وان فيز، ديت اللي هي الكريتيكال اللي هي السي اس تي، اللي هي اقل نقطة. احنا ممكن نربط السي اس تي بالاوتكتيك بوينت، اوتكتيك بوينت ديت اقل نقطه اللي بيبقى فيها ليكويد فيز. وهنا بشكل عام دوت برضو دوت سي اس تي اقل نقطه، او ممكن نتكلم من ناحيه تانية اعلى نقطه بيبقى فيها يقدر يحافظ على التو فيز، او اقل نقطه بتوصل للون فيز، يعني بعد النقطه دي بعد 49 درجه مئويه بينفصل لتو فيز. طيب هنتكلم عنه ازاي؟ هنتكلم عنه الاول بشكل عام عن الترنري سيستم مع وان بير اوف بارشلي ميسبل، بارشلي ميسبل اسف. هنا احنا عندنا 3 مواد، ووتر، بنزين، الكول. الووتر والالكول
بيبقى الاتنين ميسبل مع بعض، يبقى دوت ميسبل مع ده. البنزين دوت دوت اورجانيك مش هيدوب في الميه، يبقى الاتنين دول مش هيدوبوا مع بعض. البنزين والالكحول الاتنين مركبات عضويه، فهيبقى عندهم قابليه شويه اللي هم يدوبوا في بعض. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا بيقول احنا عندنا مادتين، عندنا الووتر وعندنا البنزين، لو فضلنا حاطينهم مع بعض طول عمرهم هيدوبوا بنسبة قليلة قوي، يعني نسبة ممكن ما تتخطاش 10%. لكن لما نحط الالكوهول، نفس فكرة السيرفيس اكتيف ايجنت او السيرفكتنت، اللي احنا بنحط مادة عشان بتعمل امتزاج للمواد التانية. طب هنمثل على الجراف ازاي؟ احنا عندنا الجراف اهو في صورة مثلث. الجراف هنحط النقط كالتالي: الووتر هنرمز لها بالرمز A، الألكول هنرمز له بالرمز B، البنزين هنرمز له بالرمز C. تمام أوي كده. هنا احنا كالعادة لو تجاهلنا البي، احنا عندنا الجراف هيبقى مرسوم بالشكل الآتي. الكيرف مش طبيعي، هيبقى كده زي أي كيرف في الدنيا. تمام، احنا هنا لو عملنا كاسكوت بس عشان نوضح التأثير بي، مش هيفرق معانا كتير، بس هنعمله عشان يوضح معانا. هنا احنا عاوزين نعرف حاجة، عاوزين نرسم كده تاي لاين. تاي لاين المفروض هنرسمه بارلل؟ لا، هنا دوت احنا المواد ديت هيتروجينس مش هوموجينس، المواد ديت ممتزجة مع بعض بطريقة قليلة، فمش هيبقى بارلل لبعض. الفينول والووتر دول بيمتزجوا في بعض. ايوه بارشلي ميسبل، بس مادتين عادي ما ضفناش عليهم ماده ثالثه. الماده الثالثه ديت هتعمل ايرور في البارل، يعني مش هتخليه بارل، لا هتخليه كده، هتخليه بانجل. ارسم كذا تاي لاين عشان هنوضح عليه حاجه بعدين. طيب هنا الاي سمول والسي سمول، دوت هنا بيقول لك ايه؟ احنا لو شدينا خط كده كانه خط واي وهمي، مش هنا بالنسبه للمنطقه دي هي اللي كان فيها اللي هي الووتر هو اللي طاغي، يبقى كده الاي دوت اللي هو الووتر طاغي نسبته، مش هنقول بيور بس هنقول اللي هو نسبته طاغيه، ممكن نقول ريتش فيز زي التاني. هيبدا يكون تو فيزز هنا لغايه ما يوصل للنقطه سي. من بعد النقطه سي بالنسبه للسي بقى ممكن نشد خط تاني. بالنسبه للسي المنطقه دي هتبقى هي بالنسبه له البنزين ريتش فيز، ده مش هيهمنا كتير، بس هيهمنا ان احنا نبقى فاهمين السي سمول، المنطقه ما بين السي كابيتال والسي سمول دي المنطقه اللي بيبقى فيها ريتش فيز، المنطقه اللي بين اي سمول واي كابيتال دي المنطقه بيبقى فيها ووتر ريتش فيز. تمام، هنا احنا زي ما ملاحظين ادي الاي وبي ممتزجين مع بعض، مفيش كيرف ما بينهم يوضح اللي هو المسهم مع بعض، ونفس الحكايه البي والسي. طيب احنا بنحط الماده دي ليه؟ بنحط الماده ديت عشان احنا شايفين الزاويه، احنا عاوزين نمحي التاي لاين دوت عشان نخليه مسبل مع بعض. فاحنا هي كل النقطه اللي احنا بنحط الكول فبيفضل يقلل 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 لغايه ما تبقى نقطه. في حاجه مهمه بيقول ان السي اس تي الكريتيكال تمبريتشر، في بالنسبه دي احنا كان عندنا الفينول لما نرسم كان بيبقى على طول اعلى قمه في الكيرف هو اللي بيبقى الكريتيكال، لا هنا هيقول لك اللي هي المنطقه دي مش هيبقى، لا المفروض الاعلى نقطه اللي هي دي، لا احنا ممكن تبقى اقل نقطه اقل منها شويه. ليه؟ عشان الطبيعي لان التاي لاين مش بارلل للبيز، فيبقى طالما هو بزاويه يبقى النقطة بتاعت السي اس تي هتبقى منحرفة شوية عن مكانها. تمام، دوت بالنسبة بشكل عام بالنسبة للتأثير الألكول. طب احنا حبينا نعمل حاجة، حبينا نزود درجة الحرارة، هنزود درجة الحرارة هيبقى لو عندنا كده شكل في النص. تمام، وعندنا اهو A B سي، وادي الكيرف وادي تاي لاينز. تمام،
هنا الكيرف دوت عاوزين نمحيه، نقلله 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 لغاية ما يختفي. يبقى هنزود درجة حرارة، هنرسمها تدريجي، بس هيبقى المسافة هتقل، وزي ما انتم ملاحظين اهو الزاوية نفسها بتقل. يعني احنا هنا اهو في الشكل الكبير هنا ديت يعتبر لو وصلناها كانت تبقى اكبر زاوية، وكان يبقى اكبر انحراف واكبر، يبقى مسبل بدرجة كبيرة. لكن كل ما ننزل كل ما ننزل، يبقى كل ما الشكل هينزل معايا، كل ما الكيرف دوت هينزل لغاية ما يقضي على الكيرف تماما ويبقى مسبل. طيب زودنا درجة الحرارة، نزودها تاني. هتبقى صغيرة كده اهو، نخليها على جنب عشان الورقة خلصت. معلش، هيبقى مفيش ادي ال A وادي ال B وادي ال C كده، بقى مسهم مع بعض. يبقى تأثير درجة الحرارة كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما المكشر دوت بقى مسبل مع بعض. يبقى احنا عندنا نقطتين، عندنا الالكول وعندنا درجة الحرارة. الالكول هيخليه مسبل بس مش بدرجة كبيرة، ايوه هيخلي في افينيتي بين الووتر والبنزين، بس برضه احنا لو عاوزين نقضي عن ال عاوز لو عاوزين نقضي على التو فيزز هنا هنزود درجة الحرارة. يبقى الاريا هتقل، عشان هنا السؤال هيقول الاريا بتاعت الباينودال كيرف اللي هنا دي الاريا بتاعتها هتقل كل ما زودنا درجة الحرارة. يبقى الطبيعي هتزيد كل ما نقصنا درجة الحرارة. ده بالنسبة اللي هو الوان بير اميسبل. ببساطة نجيب ورقة بس، ببساطة تو بيرز اميسبل. احنا هنا عندنا برضو نفس الفكرة اهو، عندنا A B C عندنا مادة وليكن اسمها، وفي الكتاب مكتوب ووتر الكول وساكسينيك نيترايل. ساكسينيك نيترايل ده لا ساكسينيك نيترايل تمام. A و B و C بيقول ان الطبيعي ان ال A وال ان ال الووتر والالكول ميسبل، بس الووتر والساكسينيك نيترايل اميسبل، والووتر او الالكول والساكسينيك نيترايل اميسبل. يبقى كده هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي كيرفين، ادي كيرف وادي كيرف، وبرده نفس الحكايه بالنسبه للتاي لاين اهي، نفس الحكايه نفس الحكايه بالنسبة للتاي لاين. طيب احنا هنا لا، في احتمالين هنا هندرس بس تأثير درجة الحرارة. درجة الحرارة قلت، درجة الحرارة زادت، درجة الحرارة قلت، هيبقى الطبيعي ان الاريا بتاعت الباينودال كيرف هتزيد لغاية ما تكون ايه؟ هتكون كده بالظبط، شكلها هيبقى عامل كده، هيبقى هيكون مزيج immiscible مع بعض. ادي ال A الووتر وادي ال B وادي ال C، يبقى هيلتحموا ويحصل فيوجن بين الاثنين، بين الاثنين كيرفز لغايه ما يلتحموا مع بعض. كده الميسبيليتي قلت قوي. طيب في حاله الزياده، في حاله الزياده هتبقى بالشكل ده، هتقل خالص خالص، هتبقى A B C لغايه ما توصل كالعاده اللي هي ما يبقاش فيه خالص، اللي هو هيبقى مسبل مع بعض. بس هنا مسبل بدرجة كبيرة بالنسبة للشكلين دول. هو احنا هنا بشكل عام ترنري بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن التمبريتشر، تأثير التمبريتشر عن الأشكال دي، تأثير التمبريتشر بالنسبة لهم هيبقى ازاي، طبيعتهم هتبقى ازاي، كل دوت هو اللي احنا بنتكلم عنه. طيب آخر نقطة، لو عندنا التلات مواد والتلات مواد مش مسبل مع بعض، يعني معلش عشان مش عارف اجيب ورقة جديدة، لو عندنا مثلا
عندنا A B C. ال A B C دوت عندي هيبقى ايه؟ ال A مش immiscible مع ال B، وال B مش immiscible مع ال C، وال C مش immiscible مع ال B. هنا احنا هنتكلم بشكل بسيط قوي، اللي يبقى دول في تلاتة binodal curve اهو، وال tie lines هيقول برضو تأثير درجة الحرارة عليه، تأثير درجة الحرارة وال F ال F بالنسبة لنقطة معينة هنتكلم عليها. طيب تأثير درجة الحرارة هيبقى اهو، لو قللنا درجة الحرارة يبقى عندي شكل مهم قوي، هيبقى عندي الشكل ده بنفس الطريقة كده. شايفين الحتة دي هنسميها دي، ديت كده فيها ايه؟ ديت ملتحمة من التلاتة، والمنطقة دي ملتحمة من اتنين، المنطقة دي ملتحمة من اتنين، المنطقة ديت هي البيور. يبقى A B C لو اتكلمنا عليهم هنا، لو قللنا طبيعي احنا كده حفظناها، لو قللنا درجة الحرارة هيقل سالب، قصدي لو زودنا درجة الحرارة سالب دلتا اتش، موجب دلتا اتش، اسف احنا اتكلمت في ايزوثيرمك، هيبقى موجب دلتا اتش، يبقى هنزود درجة الحرارة، يبقى الباينودال كيرفز هتقل كلها لغاية ما يبقى ميسبل. طيب احنا عاوزين نفهم بقى هنا، لو حطينا اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة بالنسبة للاشكال دي، ايه المنطقة دي؟ المنطقة دي اللي يبقى فيها ال A مع ال C ميسبل، وال A مع ال B ميسبل، وال B مع ال C ميسبل. ميسبل بدرجة ايه؟ احنا هنا لو رتبناها تبقى دي مثلا صفر وديت 5%، يعني مش ميسبل بدرجة كبيرة، يعني اللي هي مجرد تريسز من ال C بقت ميسبل مع ال A، وتريسز من ال B بقت ميسبل مع ال A، وهكذا بالنسبة دي. يبقى احنا عاوزين نعرف ان الشكل الرباعي ده وده وده، النسبة التلاتة دول ممكن هنقول عليهم ايه؟ ببساطة one phase. طب دوت ده دايب بين ال B وال C، وده بين ال B وال A، ودوت بين ال A وال C، يبقى ده two phases. طب المنطقة دي بقى، المنطقة دي من التلاتة يبقى three phase. هنتكلم عن نقطة مهمة وهي يعتبر آخر نقطة، إن الدي ديت تنقسم، يعني لو جينا عملناها في تست تيوب كده هتلاقيها A B C، طبعا على حسب الكثافة بس ده شكل اعتباطي. طيب ال A وال B وال C دوت، مش دول تلاتة كومبوننت وتلاتة فيزز؟ طب يبقى ال F هتساوي ايه؟ ال F هتساوي C ناقص B زائد اتنين. هنا قال لك ان احنا متحكمين في النظام، النظام ده كوندنسد، يبقى الاتنين مش موجودة، هيبقى ببساطة تلاتة ناقص تلاتة بيساوي زيرو، يبقى مفيش اي عامل من العوامل نقدر نغيرها في النظام دوت في المنطقة دي، يعني المنطقة دي 3 لاير، لو حبينا نيجي نغير كده اي عامل مش هنلاقي، يعني التركيز هيتغيروا التلاتة مع بعض، ما هو مش فاضل غير التركيز، يعتبر ما هو تركيز ودرجة حرارة وضغط، الضغط ودرجة الحرارة احنا مثبتينهم، يبقى التركيز هو اللي باقي. التركيز لو غيرنا تركيز A هيغير تركيز B، هيغير تركيز C بنسب معينة، أو ممكن نقولها بنسب متوافقة مع بعض عشان توصل النسبة الأساسية اللي هو هيبقى برضه تلاتة فيزز وتلاتة كومبوننت كده. ديت النقطتين اللي الناس طلبتها مني. في نقطة تالتة بس هو بعيدا عن الشابتر دوت، فعشان ملخبطش الناس دوت كده كفاية قوي بالنسبة للفيديو دوت. النقطة التالتة هتكلم عليها في بوست بإذن الله الفترة الجاية، أتمنى أكون بسطت ولو حاجة خفيفة. أنا بإذن الله هنزل صورة الجراف بتاع السلو السايمل، ممكن يبقى أوضح بشوية من الجراف بتاع الكتاب. شكرا.